صحيح، أنا أوافق. ترك فراغ كبير في حزب الأمة، ولكن حزب الأمة الوصية أن يحدد شخص يخلف في قيادة حزب الأمة وهي أسوأ الأنصار. هناك حديث عن مؤامرة في وفاته. الوارد كل وارد. هي قرار المؤتمر العام حزب الأمة. الانتخابات ذاتها بقت في مهب الريح، والفترة الانتقالية بقت مفتوحة. مسألة التطبيع مع إسرائيل نقطة خلافية. نعم. على الأقل مع السفير الإسرائيلي هي حتة الحزب ما بيقبله، ولذلك الحتة دي جاوب عليه الدكتورة وزيرة الخارجية. ضعف وتفكك قوى الحرية والتغيير. الناس اللي ذكرتهم ديل عنده علاقات حميمة جدا معهم وعنده توافق.